السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الرابعة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين: برلمان يفوض الحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحة كورونا، ووزير العدل يستعرض أبرز هذه الإجراءات. ونسيقية التعليم الأساسي تلوح بالإضراب في حال عدم تراجع عن إجراءات تسيير المدارس وتقويم المعلمين. اجتماع وزاري يبحث إنشاء منظومة لسلامة المواد الغذائية، ووزير التجارة يؤكد مضي الحكومة بحماية المستهلك. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. صادق البرلمان الموريتاني الجمعة على مشروع قانون يتضمن التصديق على الأمر القانوني المتعلق ببعض الإجراءات الضرورية لمكافحة وباء كوفيد-19 وكافة تأثيراته. وقال وزير العدل حمودة الرمضان إن الحكومة بدأت إجراءاتها لمكافحة جائحة كورونا بإنشاء صندوق للتضامن الاجتماعي، وأعلنت عن جميع خطواتها اللاحقة عبر وسائل الإعلام. والدولة أول شيء ما قامت به هو عقب خطاب فخامة رئيس الجمهورية هي إنشاء صندوق كوفيد، ولا زاد صندوق التضامن اللي مش من أجل مكافحة هذه الجائحة. وطول هذه المدة اللي كان مستعمل فيها هذا القانون كانت هنالك خرجات صحفية ووسائل الإعلام تأخذ فيها اللجنة المعنية وتقدم الخطوات بصيغة دقيقة وشفافة، وموجود بين يديكم التقرير اللي موضح فر اللي خلق في ذا الميدان بصفة مملي وواضحة وبالأرقام. وأضاف الوزير أن النظام الحالي سعى من أجل التغلب على المشاكل التي واجهته في مكافحة الجائحة، لكنه لا يمكن أن يغير وضعية موريتانيا منذ استقلالها في 14 على حد وصفه. وذا التقرير الآخر اللي مبين لكم هو ملخص عن أشياء قد ما تظهر في التقرير بها اللي تفصيلية حتى يقير احتسبنا أن لابد لكم تطلعوا عليها. والملاحظة الأخرى أنه احنا ما نقدو في 4 أشهر نغيروا وضعية موريتانيا. وضعية موريتانيا اللي من استقلالها هنالك مجموعة من التراكمات. حذرت منسقية التعليم الأساسي متى من الدخول المبكر في برنامج احتجاجي مع بداية استئناف الدراسة شهر سبتمبر المقبل. قالت المنسقية في بيان لها إن تطبيق إجراءات جديدة تتعلق بلجان تسيير المدارس وإجراء تقويم للمعلمين سيقضي على الأمل ويعيد إلى أزمة مع الوزارة ما تزال أسبابها قائمة وينسف العمل النقابي الناعم وفق البيان. وأضاف البيان أن المنسقية ستقاطع التقويم المزمع للمعلمين داعيا إلى الاكتفاء بدور المفتش التربوي وتوجيه مصاريف التقويم الجديد إلى تلبية مطالب وحاجية المعلمين. قدمت لجنة وزارية مكلفة بملف سلامة المواد الغذائية اجتماعا أمس بالوزارة الأولى ترأسه الوزير الأول إسماعيل البدأ الشيخ سيدية لبحث إنشاء منظومة لسلامة المواد الغذائية في البلاد. وخصص الاجتماع لدراسة التقارير التي تقدمت بها الفرق الفنية المتعددة القطاعات المشكلة لهذا الغرض.
قال وزير التجارة سيد أحمد المحمد إن العمل جار لاتخاذ الإجراءات والتدابير لإنشاء آلية سريعة للتأكد من أن جميع المواد الغذائية المستخدمة من طرف المستهلك الموريتاني خاضعة لمعايير السلامة. صدق مجلس الوزراء في اجتماعه الخامس الماضي على مشروع قانون يعدل ويستبدل بعض أحكام القانون المحدد للنظام العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة. قال وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة كامارا سالوم محمد خلال مؤتمر صحفي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، قال إن الأخذ بمعطى التقاعد بناء على سنوات الخدمة يؤدي إلى التقاعد في فترة مبكرة من حياة العامل في وقت ما زال فيه قادرا على العطاء. هذا القانون يتعلق بمجالين، أحدهما مرتبط برفع سن التقاعد الذي سيمتد إلى 63 سنة، وذلك كان نتيجة لزيادة متوسط العمر كما أصبح سائدا في دول المنطقة، كما أنه سيلغي التقاعد بناء على مدة العمل التي كانت محددة ب 35 سنة، والأخذ بهذا المعطى يؤدي إلى التقاعد في فترة مبكرة من حياة العامل في وقت ما زال فيه قادرا على العطاء بما تحصل عليه من خبرة وما يمتلكه من قدرة. وسيتبع مشروع قانون التقاعد الجديد المسطرة القانونية، حيث ستتم إحالته إلى البرلمان، وبعد المصادقة عليه سيبدأ سريان مفعوله. أعلن مدير الصحة العمومية الدكتور سيدي الزحاف عن تسجيل 160 حالة شفاء من بين المصابين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة. بالأرقام الجديدة يرتفع مجموع الحالات الشفاء إلى أزيد من 3000. والزحاف تحدث أيضا خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن تسجيل 51 إصابة جديدة ليرتفع عدد حالات الإصابة إلى 5710، فيما سجلت وفاة واحدة. مرحبا بكم في النقطة الصحفية اليومية حول جائحة كورونا في بلدنا، وفي اليوم 51 حالة جديدة كلها حالات مخالطة، وفيها ولله الحمد 160 حالة شفاء، ونحزن لرحيل شهيد واحد، وهكذا عدد الحالات إجمالا بلغ 5710، من بينها 5395 من المخالطين، و 147 حالة مجتمعية، و 168 حالة وافدة، كما بلغ عدد حالات الشفاء 3153، وعدد الشهداء 151 يرحمهم الله جميعا. يواصل البحارة احتجاجاتهم في العاصمة الاقتصادية وذيب للمطالبة بزيادة الرواتب قبل انتهاء الراحة البيولوجية نهاية الشهر الجاري. وتأتي الاحتجاجات بالتزامن مع تعليق المفاوضات الجماعية إلى يوم الثلاثاء المقبل، حيث يصر المناديب على زيادة الرواتب. نتابع. رغم إعدادهم الشاي في الهواء الطلق، فهم ليسوا في نزهة بل في وقفة احتجاجية. إنهم العاملون في السفن التجارية الدولية بالعاصمة الاقتصادية واذيبو يشكون مما يصفونه ضعف الرواتب الشهرية المخصصة لهم مقارنة بنظرائهم الأجانب الذين يحصلون على رواتب أعلى منهم بكثير. اشتاقوا قرب الوطنية، ليسانس الواحد ما يجبر مليونين، ما يهم مليونين، ما يهم مليونين، مليون وستمائة ولا 40 ألف، واحد يعدل 40 يوم يا جايب قيمة 200 مليون و 170 مليون، ولا عليه 25 رقاش، وسقر حد فيه أكبر فيه كابيتين في إسبانيا يجبر 4 ملايين دبوس خلاص كابيتين، وإحنا كابيتين يجبر 80 ألف. داروا لا سيادة الخاص باش الناس تعيش، إحنا خلينا ودرينا. ما يتموا ما يقيسوا لا سبالماس وكلهم يتكي ويسقل 20 ألف أورو والناس هون خلايا واحدين ما عندهم بس يتعشوا كلهم يروحوا للبرد والله الحمار في الليل. ممثل العمال أكدوا أن الجهات الرسمية ستقوم بتلبية بعض مطالبهم خصوصا تلك المتعلقة بزيادة الرواتب.
بانهم متفاهمين ضعف خلاص البحار ومتفاهمين ظروفه كاملين، يا غير هما عندهم هما اللي ظروف خاصه، وذيك الظروف الخاصه فاتوا طرحوها هما على الدوله وفاتوا قالوها لها وما عدتهم عنها لا يتحل منهم شيء عنها هي. لكن اللي اعطت نهارها هذا اللي سمعته كاملين بالنسبه لها عنها عنه اعتباري، هاي فهمتوا بالنسبه لها، يا غير عنها مستعده لأن ذي الحالة اللي هي اللي فيها اليوم الوضع اللي فيه موريتانيا العالم كامل اليوم إلين يتغير مستعدة تدخل في زيادة ثانية. وكان لقاء جمع وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني والشروقة قبل أسابيع مع العمال، تناول أبرز الإشكالات المرتبطة بالقطاع والمشتغلين فيه، حيث طالب الصيادون الوزير بمراجعة الاتفاقيات الدولية مع الشركات العاملة في مجال الصيد التي تثقل كاهل الصيادين. الوزير أكد بأن قطاعه سيقوم باعتماد آليات لتضامن تلبي مطالب الصيادين من خلال الحوار مع الفاعلين الاقتصاديين في المجال من أجل تذليل العقبات التي تعترض العاملين في هذا الميدان الاقتصادي. حذرت هيئة الأرصاد الجوية الموريتانية من حدوث فيضانات بمناطق من شرقي وجنوبي البلاد خلال يومي السبت والأحد. وقالت الهيئة في بيان نشرته على موقعها إن الوضعية الجوية ستكون ملائمة لتساقطات مطرية على أقصى جنوب الحوضين والأعصاب وعلى وسط وجنوب جيديماغا قد تتسبب في حدوث فيضانات. وبعيد بيان الهيئة، عقدت السلطات المحلية بجدماغ اجتماعا طارئا بعاصمة الولاية سيليبابي لدراسة ما يترتب على البيان. نهاية نشرة أخبار الرابعة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. البرلمان يفوض الحكومة في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحة كورونا، ووزير العدل يستعرض أبرز هذه الإجراءات. منسقية التعليم الأساسي تلوح بالإضراب في حال عدم تراجع عن إجراءات تسيير المدارس وتقويم المعلمين. اجتماع وزاري يبحث إنشاء منظومة لسلامة المواد الغذائية، ووزير التجارة يؤكد مضي الحكومة في حماية المستهلك. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. سادسة موجز إخباري بحول الله. السلام عليكم.